عبر معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية وبالتالي علاقاتها بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة التي راح ضحيتها 22 شخصا. وفي مقابلة حصرية مع صحيفة تيليغراف البريطانية أبدى الشيخ فواز استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر سلمان العبيدي بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة. وأضاف معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة أن قطر تزعزع الاستقرار في البحرين وذلك بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين. كما أكد معالي السفير على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.